اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير في صحه وعافيه. معكم سناء شانيل، كترحب بكم كلكم وكترحب بالمشترك الجدد وحتى الناس القدام اللي كانوا متبعيني من اول ما بديت القناه ديالي. كنقول لكم شكرا، وشكرا على التفاعل ديالكم، وشكرا على الدعم ديالكم ليا، وشكرا على لي لايكات ديالكم، على لي كومونتير ديالكم. فريمون شكرا، شكرا من كل قلبي. اليوم فيديو جديد متعدد الفقرات اللي غادي يكون روتين صباحي، فيه يعني شنو وجدت للغدا. حاليا انا غادا نتغدى عند حماتي، ولا بغيتو تعرفوا شنو وجدت وكذا صباحي فخليكم معايا. وقبل ما ندوزو الفقره الاولى اللي كنقول لكم تابعوني على الانستغرام، غادي نخلي لكم لوليان ديالو في صندوق الوصف. فانا دائما كنكون فيه، كنحط فيه لي فوتو ديال وليداتي. فانا دائما كنكون في الانستغرام، فكنقول لكم تابعوني على الانستغرام. هنايا كما كتشوفوا انا كنساليكم شي شويه في المدينه اللي راني ساكنه فيها، فخليكم يعني تسراو معايا، ومن بعد غادي ندوزو الفقره الاولى. ففرجه ممتعه. فهنا كما كتشوفوا هنا يوم الاحد كل شيء ساد، كما كتشوفوا كاع يعني لي ماغازا كل شيء ساد. فنهار الحد كيكون يعني السبت كيكونوا حالين، من الحد كل شيء كيكون ساد. هنا ليله قبل يعني في الليل، فانا دائما ما يعني مثلا جايين عندي الضياف ولا حاجه، دائما كنخلي الماكله تكون مشرمله، كتبات مشرمله، ولا على الاقل كنخليها 4 سوايع 5 سوايع. فهنا كما كتشوفوا عندي شرموله اللي هي القزبر مع الدنوس والثومه مع الكمون والشاونيه والسودانيه. هنا كما كتشوفوا درت معلقه ديال الموطاط، عندي كنور، وعندي ضامه ديال حق الزعفران الحر، وعندي سكينجبير والابزار والشاونيه والتحميره، وعندي القرفه، وغادي ندير شويه ديال الماء والزيت. يعني هاد الشرميله هادي كتجي رائعه، كتجي لذيذه لذيذه بزاف، ديك المذاق ديال القرفه كتجي روعه. كما كتشوفوا هنا عندي الدجاج شرملته مزيان، يعني دخلت فيه داك الشرموله في الفخاط في الصدر ديالو في كل شيء، وغادي نغطيه ونديرو في الثلاجه حتى لغد ليه في الصباح نطيبو. هنايا الصباح، فكما كيقولوا الفياق بكري بالذهب مشري، فضروري كنتو غادي معارضين على شي واحد ولا غادي تطيبو وتمشيو عند شي واحد، فضروري تنوضو بكري لحقاش الوقت كيجري فيه ساعة. فهنا كما كتشوفو كانت ديك 8:30 هكاك تسعود نوض، عاد راه ماشي بكري بكري مي كوميم شوية. درت قهوة كما كتشوفو، قهوة حليب، باش غادي نتوقد شوية. هنا بالنسبة للفطور عندي غير لي مادلين والمقروط اللي بالتمر، حتى هو كيجي زوين مع القهوة اللي طايب غير في الفران. صافي غادي نفطر فيت في. وهنا وليداتي راهم مازالين ناعسين، عندي الزهر حيت مازالين ناعسين باش نقضي شغلي في خاطري. شديت الشعرية ديال الشينوا اللي كبيت عليها الماء طايب كما كتشوفوا، حاولت نقطعها شوية بالمقص. هنا عندي الزيتون بالعظم كما كتشوفوا مقطع، قطعت شوية ديال الحامض مصير. هنا الشرمولة، بصراحة مي كتكون عندكم الشرمولة مدقوقة دايرينها في قريعة، فبصراحة كتسهل عليك الامور في اي حاجة، وسيغتو راكم عارفين يعني الشرمولة كتجي مع الدجاج مزيان، سيغتو الا دخلناها الفران. هنا درت قياس يعني على حسب عينكم ميزانكم، انا هنا درت باكية ونص ديال الفيرميسيل. هنا كما كتشوفو كندير الملحة، هنا غادي ندير شوية ديال زيت الزيتون غير شوية، وغادي ندير شوية ديال الخرقوم باش يعطينا اللون. وغادي ندير شي شوية ديال الإبزار. وهنا بالنسبة عندي شرمولة حارة، كما كانت حارة كنت غادي ندير الهريسة، حتى هي كتجي زوينة في شعرية شينوا. هنا كما كتشوفوا يعني عندي داك الطبسة الصغير، غادي نكبها في هاد الإناء.
هذا اللي هو كبير. صافي غادي نخلط الكل، ومن بعد غادي هنا جبت الدجاج اللي راني شرملت في الليل. بصراحة من كتشرملوه في الليل كتصبحوه هانين، يعني كتنقص عليكم تمارة. صافي هنا كما كتشوفوا يعني ديجا راه شرب ليلة كاملة، اكيد غيجي لذيذ بزاف. فهنا شديت اللاطا، يعني درت لها الورق ديال المطبخ، عاود غطيته بالورق ديال المطبخ، عاود درت له البابي ألمنيوم. وهنا الفرن عندي راه درتو يسخن. صافي غندخلهم يطيبوا على 240 درجة حتى يتحمروا من الفوق ومن التحت. فهنا كنقطع بصلة اللي غادي نطيب طاجين يعني اللحم، غنطيبو بخيزو والحامض. هنا كما كتشوفوا غادي ندير اللحم، وغادي ندير عليه البصلة، وغادي ندير عليه الثومة نحكها، صافي. هنا غادي ندير الزيت، غندير سكنجبير والإبزار والخرقوم، ومن طبيعة الحال الملح. صافي هنايا كندير الماء عفوا، وكندير القزبر ومعدنوس. صافي غادي نحرك الكل، ومن بعد غادي نردو يتقلى ونزير عليه البوطة حتى يطيب، عاد نلوح عليه خيزو. فهنا لما كانش عندكم الوقت وعجزتوا باش ديروا زعلوكة اللي ضروري خصكم تشويو تنجال، ولا كياخذنا شويه ديال الوقت، ولا ديروا تكسوكه عاود اللي خصكم تشويو الفلفله، فهنايا غادي نصايب معكم واحد يعني الخضار اللي كتجي مشرمله، كتجي لذيذه لذيذه بزاف وصحيه. فهنا كما كتشوفوا عندي بصله اللي غادي نقطعها، عندي القرعه، عندي التنجال، عندي فلفله حمراء، فلفله خضراء، ومطيشه وثومه. فهنا اول حاجه غادي نبدا بها فهي البصله، غادي نقطعها رقيقه. فهاد الاكله هذه يعني ساهله ودغيا كطيب وكتجي لذيذه. هنا غادي ندير مطيشه حتى هي غادي نقطعها بالزريعه ديالها. هنا الثومه حتى هي غادي نقطعها رقيقه، وغادي ندير شويه ديال الزيت وشويه ديال الملح، وغادي ندير اوراق سيدنا موسى تما كيعطيوها واحد اللذة زوينة، وكما قلت لكم الملح. غادي ندير شويه ديال الخرقوم، وغادي ندير شويه ديال الابزار. فهنايا كندير كلشي كيتقلى واحد مده 3 دقائق هكاك. صافي ملي كيتقلى هنا الخضر ديالي كلها قطعتها مكعبات كما كتشوفوا، فكندير عليها القرعه، الفلفله، عندي تنجال، بطاطا، فهادشي كله كنديرو وكنحرك كلشي. من بعد كنزيد عليهم كاس ديال الماء، يعني غير كاس صغير ديال الماء. فهنا من بعد زدت عليها معلقه صغيره ديال مطيشه الحك ولا الطماطم المصبره.
صافي زدت عليها شويه ديال القزبر ومعدنوس اللي هو مقطع رقيق، فكنحرك الكل وكنقص عليها النار وكنخليها تقلى وتطيب على المهل، كتجي لذيذه لذيذه بزاف. ما كنخليوش فيها المرق ابدا، كنخليوها كتجي مقليه بحال شكل زالوكه وتكسوكه، فهي كتجي ناشفه. فهنايا بالنسبه للناس اللي كيبغيو الشعر ديالهم يطوال والاظافر ديالهم كيتقردوا لهم دغيا، فهاد لو فيغ دو بيغ نصحتني فيه واحد صديقه ديالي اللي جرباتو ولقات عليه نتيجه. فانا دابا دو سيمين وانا كناخذو، فهو كيتباع في لي كرون سورفاس تلقاوهم، يعني ما غاليش بزاف، الثمن ديالو واحد 6 يورو هكا كيكال. فكتشربي وحده في النهار، فهو فيه بزاف ديال لي فيتامين، فيه فيتامين ديال فيتامين بي 12، فيه يعني فيه بزاف ديال لي فيتامين، غادي نقرا لكم هنايا لي فيتامين اللي فيه. ففيه فيتامين بي 3 بي 5، فيه لي فيتامين بي 6 بي 2 بي 1 بي 9، يعني فيه بزاف ديال لي فيتامين، فيه لو زنك، فيه المهم يعني على هادشي اللي فيه راه يعني عنده المفعول ديالو بزاف. فانا غادي نجربه ومن عطاني شي نتيجه غادي نقولها لكم في واحد الفيديو ان شاء الله الجايه. فهنا كما كتشوفوا المعلمة كيتقطعوش، فانا دائما البرودوي كندير فيه الخل باش مي كنغسلوا المعناس ما كتبقاش فيهم ريحه دسفوريه. فانا دائما البرودوي كندير فيه الماء وندير فيه الخل مع البرودوي المعن، صافي باش كنبقى نغسل المعن باش مي كنغسلهم هكا ما كيبقاش ديك الريحه، يعني ما كنبغيوش ريحه دسفوريه في الكيسان ولا في الطباصل. فهذه طريقه ديما كنديرها. فكما كتشوفوا المعن ما كيتقطعوش، كون جيت عندي المعن تبقينها كله انت في الكوزينه، مي بون معليش. فهنا بالنسبه لهذا المجير هذا، فغادي ندير له شويه ديال التغيير، غنحيد هاد القرعات هادو اللي هما خوا وما كاين لا شي بقاو. فهنايا هاد القرعات هادو ديال العطريه اللي كانوا عندي فوق البلون طرافاي، فقلت غادي نديرهم هنايا يعني قرابي ليا بالنسبه للبوطه. وهكذا البلون طرافاي اخوا باش مقلقه لي سباس فين نحط، يعني مين كون كنوجد شي حاجه ولا نبريباري شي حاجه نلقى لي سباس فين نبقى نحط. فمن موراها غادي نخرج الجردل اللي غادي نقادها حتى هي شي شويه. فبالنسبه لهاد الكراسه ديال هاد لا طابل هادي اون بلاستيك، فهي غادي نحيدها. صافي وغادي ندير في بلاصتها هاد لا طابل هادي. لي بصراحه اللي زوين فيها هي مين كتبغي تهزيها كتبليها، اللي بصراحه بخاتيك. هذا هو الشكل النهائي ديال لا تيراس. راكم عارفين كنكونوا قاعدين في الدار دغيا دغيا الحاجه كتطلع لنا في راسنا، كنبغيو نبدلو مره نديرو هذه مره هذه نردوه بلاصه هذه،
فهكا دائما انا كندير كطلع لي حاجه في راسي، فكنبقى نقلب كل حاجه في بلاصتها. من بعد ما ساليت الشغله ديال الدار وداكشي، جيت مع الغداني هشام، الدجاج هو الطاب يعني جا معسل، جا لذيذ لذيذ بزاف، ماشي هي تكون فيه. جربوا الطريقه ديال القرفه وتشوفوا كتجي رائعه. فبالنسبه للحمايه وحماتي حماقوا عليه بزاف، فلا غاتاتوي ولا الخضره مشرمله حتى هي كتجي زوينه. بالنسبه لوليداتكم داكشي راه غادي يبغيوها، كتجي لذيذه بزاف. وبالنسبه للطاجين اللي ديال خيزو، فكيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، زينته بفلفله حاره والزيتون الحامض، وضروري من شلاضه. هنا درت معايا مع كويس ديال القهوه كحله. نكون ختمنا الفيديو حبيباتي، نتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنساوش الى عجبكم تخليوا لي لايك. الى اللقاء.